داوود السنان ياسين الشيخ داوود. كان في اثار عنكم الشيخ؟ فيها رزق، فيها خيرات كثيره. نزرع قمح، نزرع بندوره، نزرع فيتين. والحصيد وين تروح فيها؟ حصيدي في حصادات. وين تروحوا بالشو اسمه؟ تبيعوا على البيادر والدرفور. على البيادر كنت تبيعوهم؟ انتوا كنتوا تابعين لصفد ولا لعكا؟ كنت تابعين لصفد ولا لعكا؟ عكا. لعكا؟ كنت تنزل على عكا؟ قريبي علينا عكا. كنت تنزل على عكا؟ سوينا لما يروح يبيع القدره والشيء. اروح ولد صغير اروح معاه. ضلينا متذكرين عكا، يعني انه عكا اقرب شيء علينا. كيف كنتوا تروحوا؟ الحمد لله منيحة. كيف كنتوا تروحوا بالمشي ولا؟ ماشي 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 من الصبح الأذان نمشي يم على الأذان كيف تصفي قبل الساعة 6 نكون بعكا. ما كان في بسطات؟ ما فيش، كان هيك ماشي. كان في أنا بقول لك وطبلات اثنين شحولي يودوا هالخضرة الشيء اللي بدهم إياه، بعد خضرة يبعث الشيء يخذ اللي إياه. الزيتون كنتوا تزرعوا زيتون؟ في حسن الله زيتون أكثر شيء. كنتوا تعصروه؟ كان في عندكم معصرة بالشيخ داوود؟ في معصرة. عند مين كان؟ واحد من قرايبنا من الشيخ داوود. إذا صح لك ترجع بترجع؟ برجع على مالي. بعد فيها بيوت شو عندنا أراضي وعندنا نعمر. الله كريم. والله قلنا مثل غيرنا شو بدي أنا أرجع لحالي؟ كل فلسطين إذا بدي أقصرها بدي أترجع ولا لا؟